لو مستواي في اللغة الإنجليزية متوسط بالنسبة للكلية صعبة، ولا ممكن أمشي فيها تجار إنجليش أو بي أي إس؟ الاتنين ممكن تمشي فيهم، عاوز أقولك حتى لو مش متوسط، حتى لو كان قليل بالملازم والحاجات دي الدنيا بتعدي، لانه خلي بالك هو مش بيسالك في الانجليزي. يعني مثلا لو مستواك في الانجليزي ضعيف وعاوز تدخل اداب انجليزي، في ناس تقول لك اداب انجليزي ازاي والانجليزي بتاعه لازم في الثانوي يكون كويس، ممكن يكون غش اي مكان وكذلك، فضع ده في الاعتبار يعني. فممكن يمشي كويس والدنيا بتمشي كويسه وكل حاجه، لكن ضع ده لانه نقطه مهمه جدا واحنا بنتكلم على هذا الموضوع. لكن انك ممكن تدخل بي اس وجار انجلش وما لازم وبتاع والدنيا بتمشي وبتقدر انك تخلص نفسك، لكن مهم جدا واحنا بنتكلم على الانجليزي ان الانجليزي ده رحلة لازم تفضل مستمرة، ومفيش حد بيتطور في الانجليزي من يوم وليلة. فحسن طلع بالساق، فحسن من نفسك في هذا الموضوع لانه نقطة مهمة. واي شغل دلوقتي بقى الانجليزي عنصر اساسي، سواء في الانترفيو او الامتحانات او حتى كتابة الميلات، فضع ده في الاعتبار وربنا يكتب لك اللي فيه الخير باذن الله.